بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. ذكر من سيدات الاستغفار، يعني علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهجره سنس، يعني حري بهذا الذكر أن يقال كل يوم في كل صلاة، وأفضل شيء قبل النوم لعظمة هذا الذكر. هذا الذكر فيه اسم الله الأعظم، تستغفر الله سبحانه وتعالى اسم الله الأعظم. شوف ربنا صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه، لا. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن تولى يوم الزحف. هذا الذكر تغفر به أكبر الكبائر. التولي يوم الزحف من السبع الموبقات، مش من السبع الكبائر بس، السبع الموبقات أكبر الكبائر اللي بتدخل صاحبها جهنم من أوسع أبوابها. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السحر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، قصف المحصنات، التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف أن تفر من أرض المعركة عامدا متعمدا وتترك جيش المسلمين مكشوفا أمام الأعداء. شوف لما أنت تقول الذكر ده يغفر لك ربنا سبحانه وتعالى أكبر الكبائر، ما ياخدش منك لحظة. شوف بقى ليه، عشان في اسم الله الأعظم. استغفر الله وفي الرواية العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله شكرا بو آية الكرسي هي سيدة آية القرآن. ليه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللي فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. في بقى الصيغة لهذا الحديث عظيمة جدا، لأن أنت تقوله قبل أن تأوي إلى فراشك. شوف بقى الحديث العظيم ده، إن كان فيه بعض الضعف لكن نرجو أنا أحسبه صحيح. من قال حين يأوي إلى فراشي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر ورمل عالج وورق الشجر وعدد أيام الدنيا. شوف العظمة هذا الذكر. هل يستطيع أحد أن يحصي الرمل، عدد حبات الرمل؟ رمل عالج ده رمل حوالين المدينة حباته صغيرة ملتصقة ببعضها البعض. هل أحد يستطيع أن يحصي ورق الشجر زبد البحر؟ كم ورق شجر في الدنيا وعدد أيام الدنيا؟ يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك هذا كناية أن أنت عامل مليارات الذنوب في يومك يغفر الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت كل وليه حين يأوي لفراشة عشان تنام وأنت طاهر من الذنوب كبائر وصغائر، تنام وكأنك لسه مولود، كام ولادتك أمك. يعني الذكر ده عامل زي الحج كده، لو أنت قلته تخرج من ذنوبك كام ولادك أمك. تغفر ذنوبك لو كانت بسبب البحر، رمل عالج، ورق الشجر، عدد ايام الدنيا. يعني لو عامل مليارات الذنوب تغفر. عشان كده انا لازقه بستيكر على فراش عندي عشان ما انساهوش ابدا، واول ما ادخل السرير عيني تقع على السكر من قايل استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وانام وانا يا جماعه احنا غارقون في الذنوب. القاسم الاعظم منا الا من رحم ربي يرتكب كل يوم الكبائر، بين حسد وحقد وغيبه ونميمه، تقصير في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نظره حرام سواء كان في الطرقات المتبرجات او على شاشات المذياع او غيره او في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره. يعني الواحد يعني لا أبالغ، يعني بيخاف ينفع يفتح صنبور المياه تنزل له امرأة عارية من صنبور المياه حرفيا. عايز نحن غارقون في الذنوب، واحنا محتاجين جدا لهذا الذكر، نحن محتاجون لهذا الذكر. عشان كده يا ريت كل واحد منا يقوله قبل ما يقوي فلاشه، لأنه بتغفر ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر، رمل عدد ورق الشجر، عدد حبات الرمل، وعدد أيام الدنيا. أنا هكتب لحضراتكم تحت الفيديو بالحديث وبالسند بتاعها، ريت تنسخوها وتنشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.